لكن انا بالنسبه لي شايف او دايما بحب ان انا اتفائل وابص على الجانب الايجابي، او نص الكوبايه المليان مش النص الفاضي. نص الكوبايه المليان بالنسبه لي هو محمد شريف في اول مباراه افريقيه ليه مع النادي الاهلي، حتى لو كان الاداء بالنسبه للجمهور مش مقنع، لكن وجود لاعب صغير في السن يلعب اول مباراه افريقيه انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا 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 للاعب وللجهاز الفني علشان يتم الاعتماد عليه في المباريات القادمه. الحاجه الثانيه او النقطه الايجابيه الثانيه بالنسبه لي هو مروان محسن، وان هو بيكمل سيناريو ومسلسل احراز الاهداف للنادي الاهلي، مباراتين بيسجل فيهم 3 اهداف. ممكن الناس شوية تنتقد الكلام اللي أنا بقوله، لكن وجهة نظري بما يرضي الله إن مروان محسن لما بيتحط بشكل في لعيبة تحتيه بيساعدوه وبيسندوه، هو طبعا بيكون محطة مهمة للنادي الأهلي، لكن لما بيتم الاستفادة من مروان محسن بالشكل الصحيح عن طريق وجود بلاي ميكر أو صانع لعب مهم، مروان محسن بيترجم الفرص اللي بتجيله بأهداف أو هدف على الأقل زي ما احنا شفنا وتابعنا في المباراة. فأنا بالنسبة لي النقطتين دول هم نقطتين مهمين جدا ونقطتين غاية في الأهمية وغاية في الإيجابية، وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين مروان محسن في الهدف اللي قدامنا ده هدف صناعة استلام دوران بيلف بيسجل، وبالتالي هدف مع احترامي لكل المشككين في قدرات مروان محسن هدف لا يستطيع إحرازه غير مهاجم، بمعنى كلمة مهاجم، حتى لو عنده سوء توفيق في الفترة الماضية.